تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أولا نريد أن نقدم عزاءنا لكل الأهالي، للعائلات وللأقارب وللجيران، كل من مات نبشرهم بأن الذي يموت عن طريق هذا الفيروس يعتبر شهيدا من الشهداء، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشهداء هم متعددون، فالغريق شهيد، والحريق شهيد، والذي سقط من عليم شهيد، والذي أكله حيوان مفترس شهيد، والمرأة عند الوضع شهيدة، ومن مات دون ماله أو عرضه فهو شهيد، وكذلك من أصابته موتة البغتة، هذو كلهم شهداء، والذي أصيب بالطاعون بمرض الطاعون أيضا يسمى شهيد. فنبشر الأهالي ونبشر العوائل ونبشر كل الذين يشعرون بهم وحزن عميق، نقول لهم عظم الله أجركم، عظم الله أجركم في مفقوديكم. وعسنا أن نقول ما قاله النبي الكريم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون. فماذا عسنا أن نقول إلا أن نسلم الأمر لله رب العالمين. وحقيقة أن هؤلاء الناس الذين ماتوا في الأصل كان مقدر لهم أنهم يموتون في نفس الساعة وفي نفس المكان وفي نفس الملابسات، كان مقدر في الأزل. قتل كيف قدر، قتل كيف قدر، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها. فهذا كله نحن باعتبارنا أهل الإيمان نؤمن بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. وكنوجه التعازي ديالنا الحارة للعائلات، للأمهات والآباء والزوجات والأزواج والأحباب والمقربين، كنوجه لهم التعازي ديالنا: عظم الله أجركم. وكما بشرناكم بأن هؤلاء الذين ماتوا عن طريق الطاعون يسمون شهداء، وإذا كان الإنسان شهيد طوبى له، طوبى له. يكفي أن الشهيد أول شيء يغفر له الله تعالى ما تقدم من ذنبه، إذا أكرمه الله بالشهادة ربنا سبحانه وتعالى غفر له كل ما تقدم من ذنبه، كل ما قام به من كبيرة أو صغيرة أو جد أو هزل أو ظاهر أو سر، كله يغفر. والكرامة الثانية أن الله تعالى لا يعذبه في عذاب القبر، لا يعذب في عذاب القبر، وإنما يكون من الذين يقال لهم أفسحوا لهم في قبورهم مد البصر، فيكون قبره فسيح 70 ذراع إلى مد البصر. ثم إن الله تعالى هذا الشهيد لا يعرض للحساب، نعلم جميعا بأن في القبر هناك حساب وحساب عسير، يأتي هناك نكير ومنكر، أو قد يأتي بشير ومبشر. لكن الشهيد إذا جاءته الملائكة فإنما تقول له سلام قول من رب رحيم، لا تحاسبه ولا تسأله ولا تستنطقه، سلام قول من رب رحيم. ثم إن هذا الشهيد يتوقف له الزمن حتى إذا قامت القيامة شعر بأنه للتو قد مات، لا يشعر بالزمن، رغم أننا بيننا وبين القيامة ربما قد تكون هناك قرون وقرون، الشهيد لا يشعر أبدا بأن هناك قرون، وإنما يشعر كأنه لبث يوما أو بعض يوم. وحتى إن
دمه يبقى ساخنا، ثم إنه يوم القيامة يحلى بتاج الكرامة، يعطيه الله تاج الكرامة ويلبس لباس العزة والفخار، ويستقبله الله تعالى: طوبى لكم ادخلوها بسلام بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. ويعطى 70 قصر، كل قصر على مد البصر من الذهب واللؤلؤ والمرجان، ويزوجه الله تعالى ب70 حورية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكرامات كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولكن أعظم كرامة ما هي؟ أنه يشفع ل70 من أهل بيته استوجبوا النار، 70 من أهل بيته استوجبوا النار. فطوبى لكل هؤلاء الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، فالفراق صعب وأن الكبد يحترق، ولا نحب أن نفارق أحبابنا، ولكن إذا قدر الله تعالى وانتقل العبد إلى خالقه وإلى بارئه، ماذا عسنا أن نقول؟ نقول: إن لله وإن إليه راجعون. أولا نريد أن نقدم عزاءنا لكل الأهالي، للعائلات وللأقارب وللجيران، كل من مات نبشرهم بأن الذي يموت عن طريق هذا الفيروس يعتبر شهيدا من الشهداء، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الشهداء هم متعددون، فالغريق شهيد، والحريق شهيد، والذي سقط من عليم شهيد، والذي أكله حيوان مفترس شهيد، والمرأة عند الوضع شهيدة، ومن مات دون ماله أو عرضه فهو شهيد، وكذلك من أصابته موتة البغتة، هذو كلهم شهداء، والذي أصيب بالطاعون بمرض الطاعون أيضا يسمى شهيد. فنبشر الأهالي ونبشر العوائل ونبشر كل الذين يشعرون بهم وحزن عميق، نقول لهم: عظم الله أجركم، عظم الله أجركم في مفقوديكم. وعسنا أن نقول ما قاله النبي الكريم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون. فماذا عسنا أن نقول إلا أن نسلم الأمر لله رب العالمين. وحقيقة أن هؤلاء الناس الذين ماتوا في الأصل كان مقدر لهم أنهم يموتون في نفس الساعة وفي نفس المكان وفي نفس الملابسات، كان مقدر في الأزل، قتل كيف قدر، قتل كيف قدر، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها. فهذا كله نحن باعتبارنا أهل الإيمان نؤمن بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. وكان وجه التعازي ديالنا الحارة للعائلات، للأمهات والآباء والزوجات والأزواج والأحباب والمقربين، كان وجه لهم التعازي ديالنا: عظم الله أجركم، وكما بشرناكم بأن هؤلاء الذين ماتوا عن طريق الطاعون يسمون شهداء. وإذا كان الإنسان شهيد طوبى له، طوبى له. يكفي أن الشهيد أول شيء يغفر له الله تعالى ما تقدم من ذنبه، إذا أكرمه الله بالشهادة ربنا سبحانه وتعالى غفر له كل ما تقدم من ذنبه، كل ما قام به من كبيرة أو صغيرة أو جد أو هزل أو ظاهر أو سر، كله يغفر. والكرامة الثانية أن الله تعالى لا يعذبه في عذاب القبر، لا يعذب في عذاب القبر، وإنما يكون من الذين يقال لهم: أفسحوا لهم في قبورهم مد البصر، فيكون قبره فسيح 70 ذراع إلى مد البصر. ثم إن الله تعالى هذا الشهيد لا يعرض للحساب، نعلم جميعا بأن في القبر هناك حساب وحساب عسير، يأتي هناك نكير ومنكر، أو قد يأتي بشير ومبشر. لكن الشهيد إذا جاءته الملائكة فإنما تقول له: سلام قول من رب الرحيم، لا تحاسبه ولا تسأله ولا تستنطقه، سلام قال من رب الرحيم. ثم إن هذا الشهيد يتوقف له الزمن
حتى إذا قامت القيامة شعر بأنه للتو قد مات، لا يشعر بالزمن، رغم أننا بيننا وبين القيامة ربما قد تكون هناك قرون وقرون. الشهيد لا يشعر أبدا بأن هناك قرون، وإنما يشعر كأنه لبث يوما أو بعض يوم، حتى إن دمه يبقى ساخنا. ثم إنه يوم القيامة يحلى بتاج الكرامة، يعطيه الله تعالى تاج الكرامة، ويلبس لباس العزة والفخار، ويستقبله الله تعالى: طوبى لكم ادخلوها بسلام بغير حساب ولا عقاب ولا عتاب. ويعطى 70 قصر، كل قصر على مد البصر من الذهب واللؤلؤ والمرجان، ويزوجه الله تعالى 70 حورية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكرامات كثيرة لا تعد وتحصى. ولكن أعظم كرامة ما هي؟ أنه يشفع 70 من أهل بيته استوجبوا النار، 70 من أهل بيته استوجبوا النار. فطوبى لكل هؤلاء الذين انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، فالفراق صعب، وأن الكبد يحترق، ولا نحب أن نفارق أحبابنا، ولكن إذا قدر الله تعالى وانتقل العبد إلى خالقه وإلى بارئه، ماذا عسنا أن نقول؟ نقول: إن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.